السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل سبايدر، او هنعمل شكل بياني يبين كل قسم قوي في ايه. ولكن مثلا عندي اقسام، مثلا معماري وانشائي وميكانيكا وكهرباء، وهنبدأ نقيمهم مثلا من حيث المعرفة بالبيم، ومثلا التكنيكال، ومثلا ايه تاني ممكن الاخراج للوح مثلا، ومثلا الحضور مثلا. طيب وهنبدأ ندي ارقام وكلهم، مثلا هنبدأ مثلا 5 6 9 2 2 5 8 8 5 6 7 أي أرقام يعني. المهم إيه إن إحنا إيه بنعمل لهم زي تقييم. تمام. طيب هبدأ أعلم عليهم هوم سيلكت كده، وأروح لإنسيرت. ألاقي عندي هنا في التشارت بعض الأشكال تقدر تختار منهم، اللي ممكن تقول له عايز أشكال أخرى، وتبدأ تختار الأشكال اللي أنت عايزها، مثلا حاجة بالشكل دوت. مثلا اختار الشكل الرادار دوت اهوت، واقول له اوكي، فيبدأ يعمله لي بالشكل دوت. خلينا مثلا نقول ان احنا هنا بدل الاتنين ديت هنخليها 9، تلاقي الشكل اوتوماتيك اتغير زي ما انت شايف. وتقدر تيجي تقول له انا عايز الديزاين، وتقدر تقول له انا عايز اضيف مثلا اكس معين، او اضيف تشارت تايتل بالشكل دوت. ممكن جايد لاين تقدر تحدد مكانه، الليجند تقدر تخليه مثلا في الجنب بالشكل دوت، وهكذا. فانت عملت تشارت للشغل بحيث ان هو يبدأ يبقى معاك بالشكل دوت، وتقدر تعمل سيلكت وتشوف الخصائص بتاعته، مثلا تخليه بالشكل دوت، تخليه بالشكل دوت، تخليه بالشكل دوت يبقى شفاف مثلا، وهكذا. وهنا محطوط كل واحد فيهم اللون بتاعه هيبقى عامل ازاي. تقدر تيجي هنا تختار من الاشكال اللي موجودة، ممكن تيجي هنا تغير الالوان لو انت حابب. وهو هتلاقيه بيتغير معاك حسب الحاجة اللي انت غيرتها.